عروشة مختارة بالوضع واخبارة وانت تبيع وهامك انت نهدرة صح صح ولو مرة واستوعب الفكرة ما تنفع الأحلام محمد صلاح يتقدم محمد صلاح يسدد كم مرة قلت لكم لا تلعبوا قدام الدكان هيا خلي محمد صلاح ينفعك مشو مشو بالعاني يا من على تفترج الكرة عم ناقي يا من عاه يا خي ما قدم معانا أنا جالس داخل الدكان أرسل بضاعة ما أبصرت إلا الكرة ورررر بوم لا عرض التخشيبة خربت الرصة حق البضاعة وانت مالك ما تصد الكورة اصد الكورة انا ناجي يا فهيم مش انا ياسين بونو خلاص اخر مرة يا عم ياسين قصدي يا كابتن ناجي قصدي يا عم ناجي اوه ملي وعم ناجي بطل حقك الهرم هذا وخلي العيال يلعبوا بالشارع مشقاع لعب في الحارة مملوع ملي وين يروحوا يلعبوا يا عم ناجي اطلعوا الفضاء اوه يلا ايش رايكم نطلع الفضاء كلنا والله فكره انا بالنسبه لي موافق يا ذي طلعت الفضاء بالله كيف الحقيقه لو ما وصلت القمر يلا يما قومي تجهزي بسرعه نلحق اهل الحاره قبل ما يطلعوا ليش اين يطلعوا يطلعوا الفضاء يا غارة الله غيري علينا ابني جنين وعادوا في بداية عمره مكني هضحكة وجلسي في الكرة الأرضية خاطري أنا شاطلع الفضاء مع أهل الحارة ادعي لنا الله يزكيكم عقولكم قال المثل إذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقله ما نطلع نفعل الفضاء أمانة نطلع نسكن في الفضاء وعاد الدنيا فساح والأراضي بلاش بدل ما نجلس متزاحمين في الحارة هذه لا أبو مكان للعيال عبوس على الناس ولا معانا مساحة نعمر في به ولا حديقة خاصة بالحارة هذه لا فيها مسبح ولا ملعب ولا حاجة يا سلام حارة في الشيشي الفضائية بصراحة العرض مغري بس طلعت الفضاء تشتي صاروخ من اللي أنا صاروخ أنا معي صاروخ من حق الحرب نكع قفال البيت حقنا بس ما قرحش طيب والصاروخ هذا يقدر يوصل الفضاء اذا شد حيله الا لا يوصل للفضاء بس يحتاج للتحسين وشويه تعديلات ما يوصل على بركه الله ده الحين ايش المطلوب مننا الذي مع الصحون وطيصان وحدايد ما يحتاجهن يجيبهن نوفي الصاروخ وانا علي اصلحهن علي انا الحمد لله انتهينا من مرحلة إصلاح الصاروخ الفضائي الآن مرحلة اختيار من بيسافر فوق الصاروخ ماليش داخل بنتي اللي تطلع ما باش عندنا بنات يطلعين القمر لحالهن أني صاحبة الفكرة صدقوني ما تطلع إلا بنتي ولا حرام طلاق ما حد يتحرك لا صاروخ ولا حد خلاص 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 يا هداية اكتبي تنازل لأن التجربة الأولى للصاروخ احتمال 99% إنه يقرح جو ولا أقول لك خلاص خلاص يلا يطلع العب ناقي طلعت نفسك يا زعم إن أنا فار تجارب أنا من رأيي يطلع حسن إذا وصل بالسلامة قد يرفع رأس اليمن ويشرف أهل الحارة وإذا مات يسكي هنا شغلته الله يحميك من شر قطاع الطرق حق الفضاء يوصلك بالسلامة يا رب إذا وصلت ابصر لي مكان فساح أفتح سوبر ماركت وبا أكون أدينك ودي لك جعالة إذا وصلت شوف لنا أرضية كبيرة نعمر لنا بيت زي الناس إذا وصلت ابسط لنا أرضية كبيرة نعمر فيها مسبح وملعب وزد محل بلاستيشن إذا وصلت احلق دقني يا جماعة الخير الصعود إلى سطح القمر صح إنه أمر مش مستحيل لكنه أمر صعب
يحتاج إلى إمكانيات ومعدات و يا دكتور مش وقت تحطيم المعنويات. اطلع يا حسام اتوكل سافر. شغل الصاروخ يا فهمنا، عليك من أصحاب النفوس الضعيفة. هذه شكلها عاي. الصاروخ ما استعملش الزغاريد والمحجرات، عدا يستعمل الضغط الجوي. ولو مرة واستوعب الفكرة ما تنفع الأحلام.